السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم دوق وتمتع. في هذه الحلقه غادي نصوبوا الدرعي بالصلصه ديال المصير والزعفران. اول حاجه غادي نديرو هو غادي ناخذوا شويه ديال الكريم او شويه ديال الحليب نخلطوه مع شويه الدقيق. الا ما عندكمش لاكريم كنديروها في كاسرونه وكنشعلوا على العافيه. بسم الله. شويه ديال الزعفران البلدي ديال التيريوين بطبيعه الحال ديال البلاد ديالنا. كيف كتشوفوا هذا المصير؟ مصير ديال 3 سنين كتجيب لكم كحل حايل. غادي نقطعوا واحد الطريفات شويه ونحطوه في هذه الصلصه ديالنا. بركه ما خصوش يكون كثير. علاش ما غاديش نديرو كثير؟ لانه عنده المذاق مجهد وملح. دونك هنا ما غاديش نزيدو الملح. شوفوا ها انتم هذا مقطع طريفات صغيورين وغادي نحطوه في هذه الصلصه. وهنا غنحركوه دابا نخليو الصلصه تتوجد لنا. ما بين توجد لنا الصلصه ديالنا ديال لاكريم والزعفران غادي ناخذو الحوت ديالنا وغادي نهزو نديرو ثلاثة طريفات. وغادي ناخذو شوية ديال الشرمولة عادية ديال الدار اللي موالفين كنصوبو، ومن بعد التحميرة بطبيعة الحال والكمون، ومن بعد غادي ناخذو شوية ديال الدقيق ونعاودو نقلبوه ونعاودو نفس العملية شوية ديال. إذا من بعد ما كيف كتشوفوا غلات الصلصه ديالتنا ها هي ولات في اللون ديال الزعفران. شفتوها كيف تحمرات؟ من بعد ما صوبنا الصلصه ديالنا بالكريمه ومصير والزعفران دابا غادي نقليو الحوت ديالنا، ولكن الدرعي غادي نقليوه كوتي، خلينا الجلده ديالو الشلفه ديالو غنخليوه كوتي الشاغر يعني كوتي الحمى. بسم الله. كتسخنوا المقله مزيان ودابا بسم الله دابا درنا ثلاثه طريفات على حساب التوصيل. وديما كندير شويه ديال الطحين باش يكون دوغي وباش ما يتحرقش اللحمه ديالنا. من بعد غادي نقلبوا الحوت ديالنا. دابا غادي ندوزوا للدريساج ديالنا. بسم الله. غادي ناخذوا الكريمه ديالنا ندفع عليها العافيه والكريمه ديالنا اللي وجدات غادي نديروها في التبصيل. نغمرها من بعد غادي ناخذو الحوتات ديالنا ونزيد عليهم شويه ديال الزبده باش يتنسمو مازال. وهنا ودابا غادي نحطوهم الطبق النهائي. غادي ناخدو الخضيره ديالنا وغادي نحطوها فوق منه. درعي بالصلصه ديال كريمه بالزعفران والمصير دوق وتمتع.